مستعدين مستعدين. اهم حاجه دلوقتي تشغلوه لغايه ما انتش انا منه الجواب. فاهمين؟ يلا يلا يلا. بجمر في السماء ودلداله. بص برشاويش هتصلى مساء. وعن قريب يا قمر هدخل معاك في جواز ولدي يا ولدي يا ابوي. وعن قريب يا قمر هدخل معاك في جواز. عسكري الدوقوف انتوا بتمسخروا بيي؟ لا والله يا شويش. اكسكيوز موا سيرجون. ها؟ قصدي سامحني. لن ممكن ابدا. لم سامح كريم. اخلص يا عسكري. انا هجيب لكم حتة مصيبة انما مين فيكم اللي عايب علي؟ ابصري بمبا. ها؟ ما تبقاش ملوس، ما حدش عايب عليك. لا يا شيخ، ساعة ما عملت انا كده. ده صدى الصوت. صدى؟ صدى ايه يا بوش مصدي انت؟ الصدى يعني الايكو. لما الواحد يتكلم في اوضه واسعه زي دي يقوم اخر كلامه يتسمع واخر حرف من كلامه كمان يتسمع. طب اما اجرب كده واشوف. اوف شيء غريب. ده صحيح فيه صدى. مش قلت لك؟ ايه اصل النهارده اجازه والاوضه مصفصفه. طب انصرف انت وهو على النوم. أما القمر في السماء وش دلداله في الوقت. جمس الملعون. قول الجمس بس هنا. ارمس فين بقول انا؟ وقلنا مش هنا مش هنا. طيب انا هخرج اشوفه. اوف خطيرة جدا. مش جايز ابدا ان اي صف ضابط يضرب عسكري، بل بالعكس ان الواجب عليه لازم يرعاه ويحسن معاملته في حدود القانون. حاضر يا فندم. لولا ان النماذج بتاعتك نظيفة كنت جازيتك على الجناية دي بعزلك لدرجة عسكري، لكن هكتفي المرة دي بطلب عزلك لدرجة امباشر ونقلك من المركز. انتظر. انتظر دور. اسمع. احكام الناشنكا 200. هتقتل في الامام 4 طلقات طبية. اضرب عندما تكون جاهز. يا عسكري اضرب. ناشن. شايف تنشيلك راح فين دلوقتي؟ ما افندي كده كويس. لا راح في الارض دلوقتي. علي شوية تنشيلك. نشن كويس واضرب. اضرب يا عسكري. يا ام هاشم اصلا
النبي. اخوان الجنود، النهارده اتميتوا فتره التمرين في مركز التدريب، وهتترحلوا لوحداتكم الجديده اللي هتفضلوا فيها باقي مده العسكريه. واني انتهز الفرصه لاشكركم وادعوكم الليله لحفل الترفيه. وقفت عين الاقيني بقيت على كتفي سفين، وصبحت لوا وصبحت لوا، وعطيه وزيزو ولوسط حسين ياخدوا لي قوام تعظيم، واتنين اكمني لوا اكمني لوا. كنت اعمل ايه تعرفوا على طول؟ لا مش عارفين لا مش عارفين. وتحبوا اقول وتحبوا اقول؟ طيب ما تقول هنخاف من مين؟ اللي هفكر فيها مواعيد صحيانا من النوم، باللحظة ولحظة اخليها تتغير من اول يوم. تبقى الساعة 7؟ لا لا. طب مثلا 9؟ نو نو. يصحى الظهر الساعة 2؟ اما برافو خد شيرتين. اه يا سلام لو اغمض عين وافتح عين، الاقيني لوا الاقيني لوا. تانية الحفلات علشان الترفيه ضرورية، افتح لها دغر اعتمادات وبأمر كل الصبحية، رقص وتفريح يبسطنا صحيح. كل يومين؟ لا 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 لا. اسبوعين؟ لق لق. طب سنتين؟ سيب الشرطان وهديهم والله ما تستهليهم، حلمك بس وخليهم، لا غيرك اولى بيهم. اتفضل الزقيهم، الهي خليهم لك وان شاء الله ما تعدميهم. اه يا سلام لو غمض عين وفات عين، لقيني لوا لقيني لوا. والحاجة التالتة الاجازات دي مهمة وعايزة التفكير، مش لازم تقديم طلبات، ده نظام محتاج للتغيير. تعرفوا يا جماعة هخليها كم يوم العسكري يقضيها؟ 4 ايام. لا 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 لا. طب شهر 8؟ نو 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 نو. شهرين معا؟ لا. اجازات على طول؟ اما برافو فكرة جنان، خدي يا حبيبتي 8 شريطان علشان تبقي بعد شويش بش 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 الى اخره. بس 8؟ اصل مفيش، وزعناهم يا اختي وكبروا. اه يا سلام لو اغمض عين وفتح عين، القيني لو القيني لو. تعرفوا ما بقتش ليه وليه، ولا هبقى في يوم من الايام الجيش ربنا راضي عليه، مش عايزه ابدا ينضم. الله يحميه ويبارك فيه. الله يحميه ويبارك فيه ويعيش مرفوع الاعلام. مع السلامة. اللي اقول لي يا شاويش محمد، ايوه انت قبل ما كنت بتشتغل في الجيش كنت بتشتغل في الجيش؟ اي حسك انت راجل طيب وامير، انما الشاويش عطية ده عاوز اطمر قدته، كان بيورينا الغل بتنزلته. اعوذ بالله. يا لطيف يا لطيف، ما بكتش اسمه قدامي ابدا، الحمد لله اللي نقلوه وخلصنا من وش اضايع عليه وعلى خلقة المعفصة وزفارة لساني. لا 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 ما يصحش، يا شاويش كان معاك وهو اللي علمكم، ما يصحش. كبر كبر كبر. ايوه هذا اللي عاملين له اغنية جنة، خصهم الشاويشية متفقين مع بعض. ايوه بالظبط.
كلنا بيتها ويبلغوه بالسلام كبيرة وصغيرة. اجعلوا حاملة سعيدة قوي قوي قوي. قوي قوي عسكري ترمز اسكت. انا قلت اي قوي يا فندم. اخرس ما تردش علي. حاضر يا فندم. ايوه زيزو شرف. زيزو بس. ازيك يا حسين عوكل مسير الحي. نزل ايدك مسير الحي اتلاك. كل عسكري عايز يشترك في الالعاب الرياضية ياخد خطوة لمامه. عبد العزيز شرشوح بوكس. اسمك زكي عباس ابو النواس. مصارعة حرة ويابانية وروسية والمانية وجميع ما يلزم من الخرشمة. خرشمي اعدل بوزك يا كسر بوزك. اوقف كويس. خذ على الارض.